كيفكم عائلة أنا صالة؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم يوم السفر، وشو الكلمة زعلانين مثل العادة، الشعور اللي كل البشر عنده وقت تسافر وتترك ولاده وأهلية أو يا جماعة. اليوم إن شاء الله رايحين باتجاه المالديفز. أول شيء علنا لكم، غالبا فضحناهم على فكرة. سمعتي هالشيء هاد؟ إنه نحنا، إنه الناس ما كانوا عارفين إنه لين وكريم عيد العرس تبعهم حيكون بالمالديف بهالوقت، فنحنا فضحناهم بآخر فيديو ونحنا مو عارفين أصلا، فسامحونا. هلا رايحين إن شاء الله لعندهم على المالديفز، حنحضر العرس تبعهم، وبعدين إن شاء الله رايحين على دبي، ومن دبي رايحين على السعودية. أخذكم معنا على السفرة كلها. وبس قبل ما نروح، نسينا نقولكم إنه سارة وأمي وعمر وميلا ونوى كلهم حيكونوا بالبيت. إجوا مبارح بس لأنه وصلوا كتير متأخرين، يعني 1 الصبح وصلوا، ما قدرنا نصوروا هيك وتعبانين فدغري ناموا. على العموم هلأ داخلين بفرجيكم نوى وميلا وسارة وعمر وكلها. طلعوا ايش أصالة؟ أصالة عاملة هلأ، أصالة عاملة حالة قوية وأنه ما عم تبكي، بس استنوا عليها شوي هلأ. بس لصير بالطيارة ويصير بالليل بصير ببكي. اجوا ما عايز تعرفوا عمر، هو ابن سارة، فاللي جداد على القناة يعرفوا هالشيء. بس كمان هو رفيق ميلا شو بيقولوا؟ للأبد. طلعوا من هون سارة. هاي سارة. الآن عن سارة، سو بعرف ايش تقتولها. سارة حتكون الضحية بهي السفرة. Do you wanna come with us or do you wanna stay with Sara? I wanna stay with Sara. لسه في نوى فوق نايم هلا، سو لما يفيقوا وير غانا هاف سو ماتش فن. وهذا اللي خايفه منه، انا خايفه بالليل لانه ميلا ونوى متعودين يناموا جنبي. حتشوفوا كثير وين تركيني ورايحين. نو نو عمر، ميلا كم هير لوك ميلا، كم شوفوا. Whenever تقدروا تجننوا سارة جننوا. I'll pay you $10. شو بيقولوا علمتك تقولي حاضر للولو وسوسو؟ شو بيقولوا؟ حاضر. صح. وش كمان تعملي؟ صلي لا شو الله. يا نوى نايم لساته نايم. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. انه ان شاء الله احنا حنصور لكم مقاطع من كل شيء عم بيصير معنا، بحيث انه ما تشوف، يعني ما تروح عليكم ان شاء الله مقاطع من السفرة وشغلات اللي حتصير. كمان سارة هون حتصور لكم مقاطع من اللي حيصير مع الاولاد وهي وحياتها هون، حيكونوا هيك الفلوجات الجايين. كل شيء بنلاقي شغلة حلوة بتصير معنا بنصور لكم اياها ونبعث لكم اياها ان شاء الله ونحطها على اليوتيوب. بنحبكم عائلة انا صالة. وبس هلا ان شاء الله طالعين على المطار. انا زعلان انه ميلا مو زعلانة. Oh, I love you so much. Can I get big bossy? We only need the two of us together. Do you love me? Yay! Cause we got love. Cause we got love. Omar, bye, habibi. Take care of Noah, okay? And help Sarah. Okay. And be good and share with Omar, okay? Okay. And healthy and no candies. Bye, Mila. Bye, Dad. Send me pictures, videos, every second. Okay. See you later, Mila. Bye. Yalla, Mimi, come. Okay, جماعة هلا وصلنا على المالديف. أخذنا يومين بالطيارة. صراحة يا جماعة من الآخر ما صورنا لكم لأنه نمنا، أنا عن نفسي نمت 15 ساعة وبعدين نمت وراهم 9 ساعات. لسه ما وصلنا، مكسر الجو رطوبة. علي صوتك ما سامعيني. الجو رطوبة ومطر وهواء وعاصفات. بس الحلو بالموضوع إنه اللي هلا حناخذكم فيه، قالوا إنه لحتى نوصل للجزيرة اللي إحنا رايحين عليها في قارب. حناخذكم معنا على القارب وفرجيكم شو حيصير. أصالة بتخاف من القوارب يا جماعة. بس عرفوا شغلة. ما بخاف. لكن. خافي عن مزح؟ حمام. اوكي ما بعرف اذا سامعين، بس حنطلع على السفينة. بس ليكوا المي يا جماعة، البحر كثير عم ينطوط. عم يعطونا جواكيت مشان إذا غرقنا نغرق بأمان. نغرق احنا مرتاحين. او ماي جاد. أحلى شيء أنا صحيت السماعات. توكلنا على الله. حيغرق. ليك ليك.
Mind your step, mind your hand. I'm scared. Hello, good morning, sir. How are you? طلعوا اجينا قعدنا هون عشان اذا صار شيء ننط فورا فورا ننط لهون. طلع المنظر هون المفروض نركب القارب ل 45 دقيقة باتجاه الاوتيل. واخيرا وصلنا. That's so nice. Thank you so much. Thank you, sir. مرحبا، كيفكم عائلتي؟ أهلا وسهلا، إن شاء الله تكونوا بخير. أوكي يا جماعة، غالبا أنتوا شفتوا هالبلوج مقطع ل 16,000 قطعة. أول قطعة كانت وين؟ لما تركنا ميلو نوا. يس. وبعدين ثاني قطعة كان بالمطار تبع المالديف لأنه نمنا طول الوقت بعده، وهلا ثالث مقطع. وحلاوة ثالث مقطع إنه نحن مو نحالنا هون. يو ألو أنتوا هاي هلا والله هلا لازم أعطي هيك على الكاميرا مثل اليوتيوب. نقول قديش تقتلي؟ والله اشتقتلك والله بدون كذب. هذا الثاني هلا والله غي والله. هاي برو، عم تلعب عضلات شايف شكلك. فرجيني 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 شو عم تاكل هون؟ اقسم بالله اني اشتقتلكم اثنيناتكم. خير والله ما بشعركم اكثر، بس قولي شو خطة اليوم لاني كثير جوعان. خطة اليوم حنحاول نخلي اصالة تروح تنام ونحن نطلع نصيح. بعدين ما اول مرة بشوف تخت. والله في حلو التخت، والله حلو التخت. اصالة شو الخطة؟ بصراحة انعست. اوكي شو الخطه اسامه؟ نروح ناكل. اوكي مع انه مونا انا ورجيتهم الغرفه. لا بتعرف شو صار؟ احنا ما عملنا لهم جوله بالاوضه تبعنا، بس جوله الاوضه تبعنا نفس الاوضه تبعكم. نحن جيران. يس نحن جيران، بس استنى نعمل جوله عنكم لانه غرفتنا خربناها اوريدي. اوكي يا شباب، مين حيعمل جوله الحمام؟ مين حيعمل جوله لبرا؟ مين حيعمل جوله للغرفه؟ اشرح لك شيء، نحن لسه ما شفنا الغرفه فعم نستكشف معكم، بس حعمل لك جوله بالحمام. لازم واحد او قبل ما يعمل اي تور بحمام شو يقول؟ شو يقول؟ انتوا اكبر قدر. لحظه لحظه استنى. اوكي اسامه قال بيعمل انه مثل جوله كامله. الله يا أسامة، بدي أقول لهم ويلكم. أوكي أوكي تفضل تفضل. لسه لفت في المطعم عيدوا أربع مرات. روح معلم، عندك زيت نحط شوي على الدرج تزبط. ويلكم تو ماي نيو حمام. ما شاء الله. تفضل تفضل. طبعا بتدخل عم استكشف معكم في طوال الخشب، كيف ما عم يحترقوا ما بعرف. لا مو خشب. شو هاي؟ هذا فلين. بعنا هون مغسلتين ما شاء الله شغالين. اوه اسمع، هي المرايه كثير قويه. شوف 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 شوف، اذا بتطلع عليها من هون بتشوف ادق التفاصيل. تمام والله بعدنا على دقه. بتطلع عليها من هون بتشوفني بعيد. سامع حلو من بعيد. سامع حلو انت بعيد. طفي الضوء واطلع احلى. هلا اجى دوري. تمام هذا التخت مثل ما انتم شايفين. ايه لإلي. حلو تخت كبير مع الوان خضر وهيك اصفر. حلو حلو حلو. المهم هون تخت اسامه. 10 رقم يخص الفايز بداخل. المهم طبعا عندنا ساحه واسعه انه هون قاعده مشان اذا اسامه بتسوي ميك اب بنحط ميك اب بدنا نعمل اي شيء. وبعدين صحن الفواكه. مين اكل منه هذا؟ مش صايم؟ لسه عيام روضة والله عايش عيام روضة. وبعدين هون استنوا هون هيك الغرفة كاملة هيك. وهون في صورة شايفين هذا الباص؟ هذا حقيقي على فكرة، هو طول ما عم يتحرك الباص انت بتعرف وين الباص. لا والله. والله هون بيكون البلكوني. البلكون. طلعوا يا جماعة. واو ما شاء الله. الله الوضع جدا المنظر بجنن. غايت الى اللقاء حبيبنا. دائما بشوفهم على الريل هيك بينزل هيك وبيشكوا البحر بيكون صافي وبيكون معه بنت اللي بيجي بيشك شك ما بيجي لحاله. انت مين معك؟ خبرني الحقيقه اسامه. بعدين بيجي ليش في تيك توك علينا؟ الله ياخذك. اخي جايين مع بعض يعني انت اللي جاي معي، في حد بيجي معي على المالديف؟ شو اسم التيك توك انتم مع بعض؟ غثامه. اوكي اعملوا له هاشتاج يا شباب. لا هي ما فيها مزح. هي ما كان بلا مزح. طلعوا ما شاء الله المنظر. والله ما انا عارف اذا المنظر انت احلى ولا المنظر احلى يا حبيبي. يا 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 الله يرفع. شفت السنجلاويه هذول وضع مأساوي. طلعوا هن هون عايشين ونحن هون عايشين. فكرة أصالة بيقدروا يشوفونا من هون. شو عم تعمل؟ شو بصير في جارتنا حلوة؟ نحن جيرانكم يا تيس. انت جيران. نحن يا جيرانكم يا تيس. انتوا هاي جيراننا. ايه هذا نحن. ليش تاركين ضواويكم شغالين؟ ليش تاركين ضواوينا شغالين؟ شو عم بدفع الكهرباء؟ بس حبيت اقول شغله بصراحه، لولا لينو كريم ما كنا اجينا على الجزيره واخذنا جائزه. جائزه؟ جائزه شو؟ قصدي لك اجازه. اجازه. انا جاي جائزه لهون. لينو كريم والف مبروك وان شاء الله شو بيقولوا؟ الله نفرح باولادكم. واشتري لك كم شنطه هيك كاترون خواتم وهالاشياء. ابو الشناطي اسامه بغني على الشنطه. اسامه اذا بدك عملت تحدي مع اصاله بدنا اسا شنطه. والله ما اسوي.
كل يوم في بفتح خزانة بقول هاي يوم هذا التحدي. اي بدبي في عندك فيديوهات هيك؟ والله اي بتكون في تحدي. اوكي خلاص. نوعا جد متكذب مثل بعض الناس. مين سامع فكرة ما بكذب بيقولوا والله. 10,000 الرابح بعدين بيعطوه ولا شيء. أصار لا ترى وينك والله انا يعني هلا احنا نشتغل شغل صح احنا ما بتعرف اصور يا حبيبي الا لك يا عبد هذا بيتنا بيتنا والله اصاله غير ما في نسوان بالجزيره كلها ما حطونا على جنب على نسوان اصاله اللي ما بيصون جاره بيقل مقداره اللي ما بيطل على العنقود بيقول عنه حامل اذا حبيبك عسل سد واستريح صباح الخير اوكي يا جماعه نمنا فقنا قلنا لكم هذا الفلوج حيكون كل مطرح لانه ناخذكم بالقصة كلياتها مثل ما هي. طيب صراحة انا فايقة من 2 الصبح بس 4 ساعات لانه لسه الوقت عند مخها غير ولكن اليوم اليوم ان شاء الله حنزلكم هذا الفلوج مثل ما انتم شايفينه. فاللي حيصير انه نحن حننهي الفلوج هلا هون. الهدف كان نحن ناخذكم 3 ايام كلياتها مثل ما هي ونقطع لكم اياها حتى تكونوا حاسين انكم انتم عايشين معنا. الاخيره قبل ما ننهي الفلوج بس حابين نقول على جايتنا على السعودية قريب يا جماعة ان شاء الله يوم 21 الشهر في جد الساعة 6 مساء عند السوبر دوم. انتو غالبا بتعرفوا اهل جدة حنكون نحن موجودين مع سبيس تون نكون على المسرح حنشوفكم كتير متحمسين نتصور معكم. انت خايفة صار كل ما يكون في مسرح كل مرة بتحطني ببوز المسرح. اوكي انا اسف خلاص بس هن بينبسطوا فيكي فخليهم ينبسطوا صح بس اوكي يا جماعه فتاكدوا انه ان شاء الله تكونوا موجودين. روابط التيكتات موجودين تحت بالديسكربشن. كثير متحمسين نحن نشوفكم فاذا حابين تكونوا جزء منا تاكدوا تنزلوا تحت وتقولوا كمان لكل اصحابكم بنحبكم عائله انا صاله وبس. هلا صار فيني اقول مني ومن ميلا ومن نوى لنا الاربع اي نو وملكيت. هلا صار فينا نقول تصبحوا على الف 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 خير. اظن كل العالم اليوم حيوصلوا والعرس حيكون خلال كم يوم الجايين وبعدين حنجي على دبي وعلى السعوديه. الله يحفظكم.